yaa afaan Oromoo wanniin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadan. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، هذا برنامجنا الأسبوعي هنا أوروميا، ويكون معنا الضيف خالد محمد رشاد عبد الله، وهو ابن الدكتور محمد رشاد عبد الله المناضل والعالم والأديب المشهور رحمه الله. أستاذ خالد محمد أهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم وعلى الاستضافة أشكركم وجزاكم الله خيرا. كما تعرفون مر عليكم سنة ونصف تقريبا بعد قدومكم إلى أوروميا من الخارج، كيف ترون وضع أوروميا بعد قدومكم الآن؟ وضع أوروميا الحمد لله تقريبا في الأحسن والأحسن، وإن شاء الله يعني نتمنى أن يكون يعني تكون في من الأوائل من المتقدمين في العلوم وفي الثقافة والتنمية وفي الحاجات هذه، أتمنى أن يكونوا في التقدم في الازدهار، ولهذا أتمنى من الشعب الأوروبي أن يكونوا متحدين اتحاد كامل في بناء البلد كما كان يفكر فيه الوالد الله يرحمه الدكتور محمد شلال عبد الله في خدمة الأمة الأورومية في الوحدة الأورومية من إذاعة مقديشو، وكان له الفضل والتوحيد والفضل في وحدة الأمة الأورومية آنذاك من الستينات إلى يعني ولهذا أتمنى أن يتحدوا ويتعاونوا مع بعض في ازدهار البلد والتنمية والتعليم، أهم شيء الذي لا يتعلم ما يستفيد، يعني من أهم شيء التعليم، ولهذا أن كل ما يدركه المرء لا ما يجده أن يسعى، يعني أن ولهذا نطلب من الله أن يصفي القلوب ويكونوا متعاونين بيد واحدة. فيما يتعلق بالتعليم، حكومة إقليم أوروميا بنت في غضون سنة أكثر من 140 مدرسة ثانوية، وسبعة منها مدرسة خاصة، و40 مدرسة متميزة، والمئة الباقية مدرسة عادية، وهذا يدل على اهتمام حكومة الإقليم على التعليم، ما رأيكم حول هذا؟ ولا شيء ممتاز هذا، إذا التعليم أنواع، خلينا نتكلم بصراحة، يعني أنا شفت بعض المدرسين وبعض يعني في الوزارة التربية والتعليم يعني يتكلمون اللغة المحرية أكثر من اللغة الأورومية، هذه يعني فكيف نعلم الناس إذا كان ما عرفنا اللغة الأورومية؟ الطالب الآن يخرج من البيت ليتعلم اللغة الأورومية، ويروح يفاجئ أن المدرس الذي يدرس اللغة الأورومية يتكلم باللغة المحرية، هذا هو الشيء اللي يعني، ولهذا يعني أتمنى أن يكون المدرسين يهتموا باللغة الأورومية كما تعهدوا من الوزارة أن لا يخرجوا من المنهج، وأن يكونوا يعني قد المسؤولية في توصيل العلوم الأورومية باللغة الأورومية. أما في المناطق الاستوائية في المناطق البادية ما فيها شيء، يعني كله باللغة الأورومية، أكثرهم يتكلم باللغة. أما نحن نتكلم في المدن اللي فيها الاختلاط. نعم. الاختلاط هذا كتم على اللغة الأورومية. تعنون به الحكومة مع عنايتها بالتعليم يجب عليها التركيز على اللغة الأورومية لتطويرها. الأورومية مع أنه تم البدء بها قبل حوالي 30 سنة التدريس بها، التعليم والتعلم، إلى اليوم تحتاج إلى العناية بها. هذا هو، لأن أنا شفت أن بعض يعني خاصة في اللغة الأورومية يسموه هذا سرنا قدات، نظام قدا
يعني أنا أتكلمت مع بعض الناس إن وجدت أن غير موجود في سن رقدة التعليم نفسه، لأنهم ما يوصلوا للتعليم. و يعني في حاجة اسمها سيرة الأرومية، تاريخ الأرومي ما يدرس كما ينبغي. ولذلك الآن نحتاج الآن إلى التركيز على تاريخ شعب أورومو، لا تاريخ شعبه، وتطوير اللغة الأرومية، تطوير اللغة الأرومية بحفاظيرها، بتقريبا بجذورها. وفيما يتعلق بنظام قدا، الحكومة أدرجت نظام قدا كمادة أساسية خاصة لتدريسه في المدارس الابتدائية، وكمان بدأت بعض الجامعات ومن بينها جامعة بوليهورا الموجودة في جنوب أورومية بدأت تدرس نظام قدا بدرجة البكالوريوس والماجستير، وهذا يدل على اهتمام الحكومة والموالين لهذه الأمور لتطوير هذا النظام وتركيز على الأمور التي يحتاج إليها شعب أورومو. ماذا تنصحون المؤرخين في مساعدة الحكومة في سعيها لتطوير هذه اللغة ونشر تاريخ شعب أورومو وتعليم طلابه الأجيال القادمة؟ هذا كلام يعني أنا أنصح كان الوالد الله يرحمه ينصح الأورومو الأورومية، كان يقول باللغة الأورومية: نمنا فاخي دبت إني شني خيتي وقوتين قافتي مالي قستيتي. يعني الذي يتكلم باللغة الأورومية لا تحفر وتسأله من أنت، من أي قبيلة أنت، من أي منطقة أنت. ولهذا إن اللغة الأورومية محتاجة إلى على باللغة الأورومية يسموها جنجلتا، تفتيت يعني وتنقيح، تنقيح اللغة يعني اللغة المتداخلة في اللغة الأورومية. أن المدرس من البداية والمتلقي اللي هو الطالب أن يكونوا على كما وضع له في المنهج، أن لا يخرج من المنهج كما وضعت له الوزارة، وزارة التربية والتعليم والحكومة. فهذا إنه ما في يعني في باللغة العربية يقال الباب اللي يجيك من الريح سد واستريح، الباب الذي يأتيك منه الريح سد واستريح منه. لأنه هذا إذا كان المدرس ما يوصل معلومة للطالب بأرميته والمنهج المحطوط له في فما فائدة المدرس في توصيل المعلومة إذا ما وصل؟ وهذا يعني هناك خلل في كفاءة المدرسين. كفاءة المدرسين، ايوه. وكمان هذه نقطة هامة يجب التركيز عليها، محتاج إلى تنقيح وتفسير. وكما تعرفون شعب أورومو قام بنضال لأكثر من قرن ونصف تقريبا، وصل الآن إلى هذا الحد. وماذا حقق شعب أورومو بنضاله في الآونة الأخيرة؟ والله الشعب الأورومي ناضل وتعب من الشعب الأورومي ناضل وتعب من الحروب. يعني من سبب خروج الوالد من البلد، دكتور محمد شهاب الدين، من البلد، سبب هذا الاضطهاد، السبب لأن عدم الحرية كان قبل 1946-47 ميلادي. ماذا تستطيعون أن نذكرها مما حصل عليه من الإيجابيات، مع أن هناك سلبيات كثيرة يمكننا أن نتحدث عنها، وماذا حققها من الإيجابيات؟ والله الذي حقق هو كثير. بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أنا زعلان من الحكومة، أنا بالنسبة لي شخصيا، لأن الوالد الله يرحمه هو من وضع الخط الأورومي الذي الأورميين الآن مستفيدين منه، وهو من بدأ أول من أصبح الصوت للأمة الأورومية.
من إذاعة مقدشة. في الآونة الأخيرة بدأتم لتأسيس مؤسسة باسم الدكتور محمد رشاد عبد الله. إلى أين وصلت هذه الفكرة، تأسيس هذه المؤسسة؟ هذه المؤسسة مؤسسة يعني سبقها مؤسسات من العظماء، يعني المؤسسة الوالد كان يفكر في تنمية الشعب الأرمي وتعليم التثقيف الشعب الأرمي، والآن الحمد لله ربنا ساعدنا أن أخرجنا تصريح في بناء مؤسسة الدكتور محمد رشاد عبد الله في تنمية الشعب الأرمي. هذا بناء أول شيء، بناء المدارس، توزيع طباعة الكتب المدرسية، توزيع الكتب المدرسية للمحتاجين، توزيع يعني المعونات للشعب الأرمي وتنمية الشعب الأرمي، يعني وإعطاء يعني جائزة سنوية باسم الدكتور محمد رشاد عبد الله للمثقفين والمناضلين وأصحاب المراتب الذي وصلوا، مثلا الذي تخرج من الجامعة بدرجة ممتاز يعطى له جائزة باسم الدكتور محمد رشاد عبد الله. هذا أهداف. من من انطلقت هذه فكرة تأسيس هذه المؤسسة؟ من الذي جاء بهذه الفكرة؟ هذه الفكرة أنا فكرت فيها، والوالد كان يفكر في هذا، كيف أعمل مدرسة باسمي، مدرسة باسم يعني باسم الدكتور محمد شاه. وما وجدنا استجابة كثيرة من الشعب الأرمي آنذاك، والفكرة الآن طلعت على النور في إخراج التصريح، تصريح مؤسسة الدكتور محمد رشاد عبد الله في بناء المدارس زي ما كان، وتنمية الشعب الأرمي وتثقيف الشعب الأرمي، تثقيفه من كل أماكن، يعني كتوصيل المعلومة وتدريب الشباب على الوعي الكامل في العلوم الأرمية، والوعي الكامل في يعني حب البلد وحب يعني يكونوا متحابين. هذا اللي من أهداف المؤسسة، أن تعمل حاجات، دورات تأهيلية ودورات تعليمية ودورات مع مشاركة مع الجامعات الأرمية والمنظمات الأرمية والمؤسسات التي سبقونا في بناء هذه المدارس، في بناء المؤسسة، كثير منهم موجودين، وإن شاء الله نتعاون معهم حتى لتوصيل المعلومة والمعونات والمحتاجين الأرميين. هذه المؤسسة تم تأسيسها، ستعمل على توزيع الجوائز و طباعة الكتب ومساعدة المحتاجين وبناء المدارس بالتعاون مع المؤسسات. إلى الآن المؤسسة من يوم ما أخذنا التصريح في تقريبا شهر الآن، وصلنا شهر ولسه ما بدأنا، إن شاء الله سنعمل الافتتاح عن قريب، الافتتاح على هذا، وسندعو جميع المسؤولين في الحكومة والجامعات حتى يشاركونا في افتتاح المؤسسة بإذن الله. ماذا ينتظر من الشعب الأرمي والمؤيدين لهذه الفكرة تجاه هذا؟ والله أنا أطلب من الله بداية، أطلب من الله أن يعيننا على هذه، يعني هذه المؤسسة مؤسسة محتاجة إلى كوادر
كوادر بشرية، كوادر بشرية وكوادر ماديا، يعني وكوادر تحتاج إلى دعمها ماديا ومعنويا، ومعنويا يعني محتاجة لجهود، ليس هذا، لأن المؤسسة هذه كونت للشعب الأرمي، هي بناء للشعب الأرمي، هي تقريبا زي ما نقول إن هي ملك للشعب الأرمي، تابع لشعب الأرمي، ملك للشعب الأرمي، هم الذين يستفيدون منه. على أن واحد لو تبرع بشيء، مثلا لو قلنا مثلا واحد تبرع بشيء مبلغ معين، هذا المبلغ نحن الآن أنا في صدد أن أبدأ في برامج، مثلا واحد لو بدأ أن يدفع مبلغ معين، يطلب ما هو المبلغ، أين يصرف هذا المبلغ؟ هل المبلغ هذا يصرف في طباعة كتب، أم كفالة أيتام، أم توزيع أرزاق للشعب المحتاجين والفقراء؟ هذا في طلب المتبرع. هذا إن كان يريد في طباعة الكتب تتبعون بها الكتب، أيوه، وإن كان يريد في توزيع الجوائز بحسب طلب الداعم، حسب رغبة الداعم. ما بدأنا، لأن ما بدأنا تبرعات وليس إلى الآن ما وصلنا أي شيء، لكن مبدئيا يعني حطينا خطوات. هذا شعبنا مع كثرته، مع أنه يشكل أكثر من النصف من سكان هذا البلد من ناحية السكان والمساحة الأرضية، ما عنده مؤسسات كثيرة تلائمه، إنه يحتاج إلى مؤسسات كثيرة ومدارس كثيرة وجامعات كثيرة ومؤلفين وكتاب، يحتاج إلى أمور كثيرة. في هذا ماذا تنصحون شعبنا؟ أنا نصيحتي أن الحكومة لا تبنى إلا ببناء الشعب، الشعب اللي هو اللي يبني الحكومة. يعني الشعب الآن لو يعني عملوا ازدهار مثلا في يعني لا يكون يعني زي ما يقال ان هو الكاهل كله ما يرمى على الحكومة، مثلا الحكومة ما تكون مسؤولية عن الجميع، ما تقدر. اما الشعب، المؤسسات غير المؤسسات الخيرية هي التي تأخذ تدعم الشعب بمساعدة الحكومة، بمساعدة المنظمات الحكومية. إذا الشعب مثلا اكتفى وحصل ما يريده، ما أعتقد أن هم يطلبوا من الحكومة أي شيء. لأن يعني إذا كان فيه متبرع يقف مع المؤسسة، في مؤسسات كثيرة لكن المؤسسات هذه ما تؤدي الغرض. يعني في كثيرين محتاجين، في كثير أيتام، في كثيرين محتاجين إلى علاج، إلى المدارس، في المدارس، في كثير محتاجين إلى تسقيف، إلى تدريس، تدريس، في كثير محتاجين إلى شراء كتاب، دفتر أو قلم، ما وجدوا. هي اللي تكون همزة الوصل. إذا كان ما في همزة الوصل، الآن الحكومة ما تعرف من المحتاج وغير المحتاج. الذي يعرف المحتاج وغير المحتاج هو الذي عايش مع هؤلاء الفئة، فئة المحتاجين وفئة المحتاجين وفئة الفقراء وفئة المساكين. فور مجيء التغييرات والإصلاحات في بلادنا، هناك أشخاص استفادوا من التغييرات ووقفوا مع الحكومة وساروا على النهج والتعليمات التي تعطي لهم الحكومة، وأسسوا مؤسسات كثيرة والآن يستفيدون منها، وبينما الآخر لا يستفيدون مما يأتي بعدما يمر الأوان، يلقون اللوم على الحكومة، حكومة ما فعلت كذا وكذا، كنا كذا في الماضي، كنا كذا. كيف نأتي للإيجابيات؟ أن يكون الشعب واعي في
ما هي المؤسسة؟ الشعب الأوروبي كما أقول الحكومة يعني الشعب الأوروبي أو الشعب الأثيوبي ما يعرفوا مؤسساتها إلى الآن. أنا أعتقد يعني أنا تكلمت مع بعض الناس فاونديشن هذا فاونديشن دكتور محمد يقول ما معنى فاونديشن ما نعرف يعني المعلومة ما وصلت يعني ما يعرفوا فائدة هذه الآن في العالم المؤسسة هي اللي تبني الحكومة. أنا أطلب أن يكون الشعب أول شيء يعرف معنى المؤسسة اسم ما معنى المؤسسة. معلومات كثيرة أعطيتم لنا فيما يتعلق بالتغييرات التي حصلت في البلاد في الآونة الأخيرة وفيما يتعلق بمؤسسة الدكتور محمد رشاد عبد الله التي تقومون بتأسيسها. إن كانت رسالة أخيرة توجهونها للجمهور. والله نحن الرسالة الأخيرة للجمهور أن يكونوا يد واحدة ويكونوا محبين للعمل الخير ويكونوا محبين لتنمية الشعب ويكونوا يعني في يفكروا في ازدهار البلد وتكوين العلوم. ولهذا أطلب أن الحكومة أول شيء أن تدعم المؤسسات الخيرية وتدعم يعني وتستقبل المؤسسات الخيرية حتى يعني ينزل الكاهل كأكبر من الحكومة. مشاهدين الكرام، نشكر الأستاذ خالد محمد رشاد عبد الله ونشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء. يا أفان أرم أوان ننسد أمد يونان دو إيدا بريتك كان يادد.